السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم نظرية زعزعة القارات، مفهوم الصفيحة التكتونية. لاحظوا معي، قبل حوالي 225 مليون سنة كانت جميع القارات متصلة فيما بينها وتشكل كتلة واحدة سميت بلا بونجي، لكن مع مرور السنين قسمت هذه الكتلة إلى مجموعة من القطع تباعدت فيما بينها. فعلا لاحظوا معي، قبل حوالي 180 مليون سنة ما كان تواجد الهند، ما كان تواجد أستراليا، كذلك إفريقيا وأمريكا الجنوبية. لاحظوا معي كذلك أن المحيط الأطلسي في هذه الحالة، أو المسافة بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كانت قصيرة جدا. متابع؟ نعم. حاليا ربما كما تلاحظون معي، تموضع هذه القارات في الوقت الحالي بطبيعة الحال، الهند أصبحت تشكل جزءا من آسيا أو متصلة بآسيا، بينما بطبيعة الحال المسافة بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية أصبحت مسافة كبيرة، هذا المحيط الأطلسي الذي يفصل بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. ماذا نستنتج من هذه الملاحظات؟ إذا اتضح لنا أن نظرية زعزعة القارات التي طرحها ألفريد ويجنر سنة 1910 مفادها أن قبل 250 مليون سنة تقريبا كان جميع القارات متصلة كما أشرت إلى ذلك، تشكل كتلة لابونجي، ثم انقسمت إلى قطع تباعدت فيما بينها لتتخذ الوضعية الحالية كما نعرفها. إذا تساؤلنا المطروح، ما هي البراهين التي اعتمدها ويجنر لطرح هذه النظرية؟ فعلا ألفريد ويجنر اعتمد على مجموعة من البراهين. البرهان الأول سمي بالبرهان المورفولوجي، بحيث لاحظوا معي حاليا بطبيعة الحال، إذا قبل 200 مليون سنة لاحظ ألفريد ويجنر أن هناك تكامل بين السواحل الغربية لإفريقيا والسواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية. لاحظوا فعلا أن هناك تكامل بطبيعة الحال فيما بينهما، الشيء الذي يشير على أن إفريقيا وأمريكا الجنوبية كانتا تشكلان قطعة واحدة. إذن هذا البرهان يشكل ما يسمى بالبرهان المورفولوجي. البرهان الثاني سمي بالبرهان الاستحاتي، بطبيعة الحال كما تلاحظون معي على مستوى إفريقيا، خصوصا على مستوى المناطق الغربية لإفريقيا والمناطق الشرقية لأمريكا الجنوبية، كانت تعيش مجموعة من الكائنات الحية مستحتات وجدناها الآن بطبيعة الحال، أهمها ميزوزوريوس كما تلاحظون معي، سينوغناتيوس، ثم جلوسوبتيريوس. إذا هذه المستحتات وجدت في مناطق غربية من إفريقيا وكذلك في مناطق شرقية من أمريكا الجنوبية. إذا هذا يؤكد فعلا أن كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية كانت تشكلان قطعة واحدة. البرهان الثالث سمي بالبرهان الجيولوجي، فعلا لاحظ ألفريد ويجنر كذلك على أن هناك كتل صخرية قديمة جدا، جزء منها يتواجد على مستوى الجهة الغربية لإفريقيا وجزء آخر على مستوى الجهة الشرقية لأمريكا الجنوبية، وأن هذه الكتل أن هذه الأجزاء من الصخور بطبيعة الحال يظهر أنها كانت تشكل كتلة واحدة. إذا فعلا البرهان الثالث وهو البرهان الجيولوجي. نستنتج من هذه الملاحظات، أولا وجود تكامل مورفولوجي بين السواحل الغربية لإفريقيا والسواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية وهو البرهان المورفولوجي. ثانيا وجود مستحثات مثل موزوزوريوس التي عاشت خلال الحقب الأول في كل من مناطق غربية من إفريقيا ومناطق شرقية من أمريكا الجنوبية، وهو بطبيعة الحال البرهان الاستحاتي. وأخيرا البرهان الجيولوجي، وهو يتمثل في وجود صخور قديمة جزء منها متواجد بغرب إفريقيا والجزء الآخر بشرق أمريكا الجنوبية، وكما أشرت يظهر أن هذه الصخور كانت تشكل كتلة واحدة. ننتقل الآن إلى توزيع الزلازل والبراكين. لاحظوا معي بطبيعة الحال على سطح الكرة الأرضية، الملاحظة الأولى ربما لاحظتم معي ذلك، أن نفس المناطق تواجد الزلازل تتواجد كذلك البراكين. الملاحظة الثانية أن هذا توزيع هذه الزلازل والبراكين يكون على شكل أشرطة. لاحظوا معي بطبيعة الحال هذه الأشرطة تحد مناطق شاسعة وهادئة، إذا منطقة شاسعة بدون براكين وزلازل، منطقة شاسعة بدون براكين وزلازل، لكن الحدود بطبيعة الحال التي تحيط بها بطبيعة الحال هناك انتشار، إذن عبارة عن أحزمة إذا صح التعبير تنشط فيها الزلازل والبراكين. لذلك بطبيعة الحال قام علماء الجيولوجيا بتقسيم هذه سطح الكرة الأرضية إلى مجموعة من القطع كما تلاحظون معي، سميت بالصفائح التكتونية. إذا الصفيحة التكتونية هي عبارة عن مساحة شاسعة هادئة نسبيا، حدودها أو تحدها بطبيعة الحال أحزمة إذا صح التعبير أو أشرطة تنشط فيها كل من الزلازل والبراكين. إذا الصفيحة الإفريقية كما سميت الصفيحة الأورو آسيوية، إذا هناك مساحة شاسعة وهادئة. ملاحظة ثالثة، إذا فعلا الصفائح التي أشرت إليها بطبيعة الحال عددها حوالي 12 صفيحة،
ملاحظة ثالثة أن هناك صفائح، أن هذه الصفائح ليست لها نفس المساحة، هناك صفائح ذات مساحة شاسعة جدا مثل الصفيحة الأوروآسيوية، لكن هناك صفائح صغيرة جدا، لاحظوا معي صفيحة الكاريب وصفيحة الكوكوس. إذا فعلا هناك كما أشرت صفائح كبيرة الأوروآسيوية مثلا، أو صفيحة الكاريب كوكوس صفائح صغيرة جدا، كذلك صفيحة الفلبين صغيرة جدا. ملاحظة الرابعة، لاحظوا معي كذلك أن هذه الصفائح قد تكون قارية محيطية مثل صفيحة أمريكا الجنوبية، تشتمل على قارة وجزء من المحيط، نفس الشيء بالنسبة لصفيحة إفريقيا، تشتمل على القارة الإفريقية وجزء من المحيط الأطلسي وجزء كذلك من المحيط الهندي. كما أن هناك صفائح محيطية فقط، لاحظوا معي صفيحة المحيط الهادي تشتمل فقط على محيط، نفس الشيء بالنسبة لصفيحة النزكة. نعم نتابع. فعلا اتضح لنا من أن البراكين والزلازل تتوزع على شكل أحزمة تحيط بمناطق شاسعة وهادئة نسبيا، إذا هذه المناطق هي الصفائح التكتونية. إذا أردنا أن نعطي تعريف للصفيحة التكتونية، هي مناطق شاسعة وهادئة نسبيا تحدها بطبيعة الحال أحزمة تنشط فيها كل من الزلازل والبراكين. فعلا الأحزمة حيث تنشط الزلازل والبراكين تشكل الحدود بين هذه الصفائح. لاحظنا كذلك أن مساحة الصفائح مختلفة، كما قد تكون شاسعة قد تكون ذات مساحة صغيرة، كما أنها قد تكون قارية محيطية مثل الصفيحة الإفريقية وصفيحة أمريكا الجنوبية، ولكن يمكن أن تكون كذلك محيطية فقط. عدد الصفائح كما أشرنا إلى ذلك 12 صفيحة. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.